دابا على حسب الفنانين اللي كيجيو، كل واحد الذوق اللي كيبغي. يمكن مع الفتره ديال المدرسه، البيريود ديال المدرسه، ماشي بحال الصيف اللي كتكون شويه نتي كتكون الدنيا شويه عامره. مازال كان في التوقيت ديال الصيف كان يكون عامر اكثر. هذا ما ربما ان الاحداث اللي وقعت مؤخرا بداك المهرجان ديال البولفار ان اثرت على واحد الشريحه كبيره ديال الناس، لان كثير من الناس ان تخوفوا من ولكن الحمد لله ان الحضور الامني بامتياز. ما الحمد لله ان الامور كلها دازت بخير وعلى خير. ما دازش وقته لان دا مع المدرسه والاغلبيه ديال الناس خدامين، ان ربما المناسبه ما كانتش هي هذيك، ربما لاسباب لا نعلمها. كان الخوف على هذا المهرجان، على ذوك الاحداث اللي وقعوا في ذاك المهرجان الاولاني اللي في الدار البيضانيه هنايا، داك الشيء اللي خلعهم ما جاوش لهذا. بفتره ديال العيد الناس مشاو بحالهم تقريبا. البارح كان الجمهور كثير حيت كان عبد العزيز ستاتي عجبهم بزاف ودازوا داز ليله زوينه، واليوم شويه كان الجمهور قليل. في هذا المهرجان شافت الوقيته ما ماشي هي هذيك، خصو كان عليه يجي في الصيف، عطله الصيفيه كان الجمهور كانوا صحاب برا هنا عامره كازا. دابا كازا راه خاويه والدراسه، راه كاينين الناس دابا ملهوتين بالدراسه ديالهم، مشاو تيقراو. قليل الجمهور هنا، ما استفدت فيه حتى واحد، ما تنستافدش صراحه الجمهور، ما غادي يستافدوا حنا والو من هذا الشيء. هذه الاولى، حنا دابا جينا نتفرجوا وصافي، نجلوا الوقيته ندوزوها وصافي. هذا الشيء اللي كان شحال علاش صراحه قشنا شحال هي من الاسعار طالعه والمعيشه ونظن المعيشه، باش انا خي نجي نشاط ونجي نتلف الوقت باش ندخل مدرستي ومع العيد ومع الاجواء ديال العيد ومع المعيشه غاليه والاجواء ديال الشيء ما بقاش كما كان، ولا بغيت نلف شويه وصافي باش ما بقاش كما كان. صراحه نقول لك ناقصوا بزاف، ناقصوا شي رماسه وشي ديال المهرجان ما بقاش كما كان.